هنا في مأتم الحسين عبادة، وأول مجلس عزاء أقيم في عالم البشرية أقامه الجليل والباكي والمستمع آدم، لما نظر إلى الأسماء الشاخصة على العرش محمد فسر قلبه، علي فسر قلبه، فاطمة فسر قلبه، حسنان فسر قلبه، لما قرأ اسم الحسين تقول الرواية انكسر قلبه ودمعت عيناه بدون ما يعرف السبب. ترى ليش؟ لأن للحسين، لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين، إن للحسين محبة مكتومة مكنونة في قلوب المؤمنين. من هم المؤمنون؟ أعظم المؤمنين الأنبياء. ينكسر قلبه بدون ما يعرف ما هو السبب. يقول إمام الصادق: إذا حانت أيام المحرم نشرت الملائكة قميص جدي الحسين. شنو هذا القميص؟ ذلك القميص الذي تخرق بطعن الرماح وتشقق بضرب السيوف. إذن ليش ينشرون؟ يقول: فإذا نشرته الملائكة رأيناه ورأته شيعتنا ببصائرهم فيحزنون. إلهي لما عندما تلوت هذا الاسم حسين انكسر قلبي؟ قال: هذا اسم ولدك الحسين يقتل بشط الفرات، عطشان لا يروى، ظمآن لا يسقى. كل الأنبياء بكوا على الحسين، بكته الأنبياء وغير بدعين، بأن تبكي الكرام على الكرام. لكن اللي أتعجب منه أنا مو هالشكل، أنا أتعجب من شخص يبكى عليه قبل ولادته. لم يبكى على شخص كما بكي على الحسين أبدا. ماذا فعل الحسين بالقلوب والعيون؟ وأي بحر دموع احتضنه وادي الحسين بأبي وأمي. اسمع الرواية: الزهراء لما حملت بالحسين جاءت إلى أبيها: أبتاه، إن الجنين الذي في بطني يناجيني. الوريث الأنبياء لازم تكون عنده صفات الأنبياء. ألم يناجي المسيح أمه مريم؟ لكن شتان بين مناجاة المسيح لأمه ومناجاة الحسين لأمه. مناجاة المسيح كان فيها تطمين وتطيب خاطر، أما مناجاة الحسين للزهراء فيها كسر خاطر. إن الجنين الذي في بطني يناجيني ويقول أنا الغريب. في اليوم الثاني دخلت عليه وقد تغير وجهها: أبتاه، إن الجنين الذي في بطني اليوم يناجيني ويقول أنا العطشان. لكن في اليوم الثالث دخلت تبكي وقد انفجع قلبها. شلون تحملت الزهراء تسمع هذه الكلمة من جنينها؟ أبتاه، أيقتل ولدي هذا الذي في بطني؟ قال: كيف يا زهراء؟ قالت: إنه يناجيني اليوم ويقول أنا المذبوح. زهراء: نعم، إنه المذبوح يذبح وحيدا فريدا. جت للنبي والقلب يتوقد لهيبة، تنادي يا أبويا، تنادي جنيني، والله أحوال عجيبة، اليوم ناجاني وبشرني بمصيبة، ينادي أنا المذبوح يا الزهرة النجيبة. يقتل وحيدا فريدا. قالت: أبتاه، أيقتل ولدي هذا
وحيدا في زمن خال منك ومني ومن أبيه ومن أخيه؟ قال بلى يا زهرة. قالت إذن أبته من يبكي على ولدي؟ من يبكي على ولدي؟ قال الزهراء إن الله يخلق له شيعة. يبكون عليه صباحا ومساء لا يفترون. أبته بمن نجازي شيعتنا إذن الذين يبكون على ولدي وتضيق عليهم الدنيا لا لشيء إلا لأنهم يصرخون يا حسين، يطاردون لا لشيء فقط لأنهم يعشقون الحسين، بمن نجازيهم أبته؟ اسمع اسمع. فقال رسول الله أنا يا زهراء لا أدخل الجنة إلا معهم. التفتت إلى أمير المؤمنين، هي سيدة القيامة أميرة الجنة، أنت يا أبا الحسن؟ قال أنا يا زهراء أسقيهم يوم العطش الأكبر. التفتت إلى ولدها الحسن، بني حسن، قال أنا أماه أقودهم على الصراط. أنت يا زهراء أنا أخرج شفيعة لهم يوم القيامة. ثم التفتوا إلى الحسين، أنت أبا عبد الله؟ قال أنا أنادي إلهي أنجز لي ما وعدتني. يقول إمامنا الصادق يقف جدي الحسين في قلب المحشر جثة بلا رأس، يتكلم من منحره، هذه عظمة مصائب الحسين ومجالس الحسين. موسى في طور سيناء يناجي ربه، ما على أول ليلة سامحني طوت عليك حبيبي، يناجي ربه إلهي بما فضلت أمة محمد، هذا موسى الكليم، قال فضلتهم بعشر، بالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والجمعة والجماعة والعلم والقرآن، ما العاشر؟ قال والعاشر العاشوراء. قال وما العاشوراء؟ التعزية على سبط المصطفى. لهذا كان كل واحد من أئمتنا لا يقف عن تعزية الحسين حتى في أحلك الظروف، حتى في أحلك الظروف أبدا، حتى في زمن التقية لا تنقضي مآتم الحسين. ها يدخل منه؟ يدخل أبو هارون المكفوف على إمامنا الصادق في مثل هذه الليال، وإذا الإمام يقول له أبا هارون أنشدني في جدي الحسين أبيات، أنشدني، يريد يبدأ، وإذا الإمام يقول له لا لا لا، أخذ يضرب ستارا بينه وبين الرجال، وتجمعنا عيالات الإمام خلف ذلك الستر، ثم جلس الإمام الصادق جلسة الحزين تقول الرواية. قال ابدأ، أخذ أبو هارون يتلو الشعر شعره، قال لا 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 أريد هكذا، اقرأ كما تقرأون، يعني بالطور، يعني بالنوح، يعني بالحزن. فبدأ القصيدة، يلا هيئ نفسك، امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه العجيب، قل لأعظمه، عند الإمام تقول لأعظمه، انتون تقولون المؤمن لا يبلى جسده في قبره، الإمام لا يبلى جسده في قبره، في قبر الحسين عظام أبو لي جسد الحسين؟ لا لا، أهل المعرفة يقولون مو هذا المعنى، أهل المعرفة يقولون كما قال الأخنس بن شريك لما كنا في مقدمة خيول الأعوجية طحنا صدر الحسين طحنا حتى انفر اللحم عن العظم. أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد.
أعوجية إلى أن وصل إلى هذا البيت وتموت، لا عين مغمضة ولا كبد ندية، وإذا بصارخة خلف الستار تنادي وجد وعطشان. هذه فاطمة ابنة الإمام الصادق. هذا موقف وموقف أخير. تقول الروايات الرباب لما خرجت من كربلاء، الصورة اللي ارتسمت في ذهنها وما فارقتها صورة جسد الحسين على بوغاء كربلاء تصهر حرارة الشمس، متحملت الموقف، أخذت تتذكر هذا الموقف الآن، رجعت إلى المدينة. هذه طقوس مآتم الرباب. تقول الروايات لما دخلت بيتها أمرت بأن يقشع سقف منزلها. ليش يا رباب؟ قالت لا أريد ظلالا بعد هذا اليوم. كانت إذا احترت الشمس نادت بنيتها سكينة تعالي نجلس للعزاء على أبيك. كيف أمه نجلس في حرارة الشمس؟ حتى يوم من الأيام دخل جابر يقود غلام على الإمام السجاد، والرباب وسكينة جالستين في حرارة الشمس، وصرخ جابر التفت، ما الذي يحصل؟ قال الغلام أرى امرأة متجلببة بالسواد إلى جنبها بنية صغيرة، لو رأيتهما تفطر قلبك كمدا، جالستين في حرارة الشمس. تعرف جابر ماذا ظن؟ جابر ظن هاتين خادمتين جاريتين عصتا أمر الإمام، الإمام عاقبهم بأن أجلسهما في حرارة الشمس. دخل على الإمام منكسر الخاطر، انكب على قدمه، أبا محمد يا ابن الحسين أنتم أهل الرحمة، أنتم أهل المغفرة، أنتم الذين تقابلون الإساءة بالإحسان، لم حبست الجاريتين في حرارة الشمس؟ لقد كسرتا والله خاطري. التفت الإمام، من تقصد؟ قال هذه الجالسة في حرارة الشمس لا جنبها بنية صغيرة، وإذا الإمام ينفجر بالبكاء. عم جابر لعلك لم تعرف ما هاتين ليستا بجاريتين، من هما زيري؟ قال هذه أمنا الرباب والأخرى أختي سكينة، آلتا على نفسيما ألا تستضلا بعدما رأتا جسد أبي عبد الله. ثم التفت إلى عمته زينب، عم زينب قولي للرباب تقوم من مأتمها وإلا أهلكتها الشمس. جاءت زينب انحنت على الرباب، رباب قومي، رفعت طرفها إلى زينب بلسان الحال، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلال، إن في الشمس مهجة المختار، الجن والإنس يبشون لجل مصيبتك يا حسين، حتى الحجر بكيت وجرى دمعة بليا عين، لملاك بسماها تشوف نحرك ساطع بنورة، وتتنزل على قبرك يا ابو السجاد وتزور على قبر البتول، تصيح يا ام الحسن مأجور، وفي كل يوم تتنزل على مكسورة الضلع، وحيد اتذكرك واقف تشوف احبابك الصرعة، غريب اتذكرك تنخى جنايز مالها رجعة، وعجب من عين ما تبكي عليك بكل وقت دمعة، وتقسى عيون هالعالم ولك حتى الجمادي
سلام الله على وقوفك على العباس وتشوفك على المسنات متعفر خضيب مقطعك تنادي انكسر ظهري بجنب النهر وتعوفى وترجع للخيم وحدك وظهرك من كسر يا حسن. سلام الله على قلبك يصب دموم سياله وسلام الله على راسك يضوي فوق عسالة وسلام الله على صدرك يدوس الشمس. صدر تربيه البتول بحجرها إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا يا الله. شافي مرضانا داو جرحانا فك أسرانا رد غرباءنا أرجع مسافرينا احرس مطاردينا أهلك ظالمينا ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء. وخدنا من الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.